رحيل مفجع للممثل أدان كانتو بعد صراع مع مرض سرطان الزائدة الدودية عن عمر ناهز 42 عاماً. النجم الشاب الذي ولد في المكسيك ونشأ في تكساس لعب دور البطولة في المسلسل الدرامي The Cleaning Lady الذي عرض لموسمين على قناة فوكس، في حين بدأ مؤخراً تصوير الجزء الثالث من العمل، إلا أن صحة كانتو لم تسمح له بالمشاركة، فيما جسد دور البطولة في فيلم X-Men Days of Future Past قبل 8 سنوات.